دي كانت الأخبار السريعة. تعالوا كمان نشوف الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. يلا نبدأ الجولة سريعا من أسبانيا، جريدة طبعا ماركا الأسبانية اللي علقت وركزت على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام ريال سوسيداد، وكتبت الكثير من ريال مدريد. كمان الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 1-0 وكتبت ساؤول أرسل إشارته. أما صحيفة سبورت الأسبانية اللي كمان ركزت على تعادل الريال السلبي وتعثر الريال في سانتياغو والفارق يتسع لخمس نقاط مع برشلونة. خمس نقاط الفارق ما بين ريال مدريد وبرشلونة. والصحيفة كمان اهتمت كذلك ببرشلونة وكتبت برشلونة لا ينسى جواو فيليكس جوجا، فيليكس طبعا اللاعب الكبير البرتغالي. صحيفة ديسان في انجلترا ركزت على خروج ليفربول من كاس الاتحاد الانجليزي على يد برايتون بعد الهزيمة المفاجأة 2-1 وكتبت هذا فشل، واندي روبرتسون طبعا يعتذر لجماهير ليفربول على النتائج السيئة. الصحيفة كمان اهتمت بإتمام نيوكاسل لصفقة انضمام أنتوني وكتبت جوردن مقابل 45 مليون جنيه استرليني. نطير سريعا لفرنسا عشان نشوف جريدة ليكيب الفرنسية اللي ركزت على تعادل باريس سان جيرمان أمام ريس بنتيجة 1-1، واهتمت كمان الصحيفة بتتويج منتخب الدنمارك ببطولة العالم لكرة اليد، وطبعا منتخبنا الوطني لكرة اليد اللي فاز كمان امبارح على المجر وحصل على المركز السابع في البطولة العالمية. هنروح لفاصل سريع زي ما قلت لحضراتكم، بعد الفاصل هنستقبل نجمنا نجم التحليل والكرة العالمية محمد الباز عشان نتكلم على كل فقراتنا النهاردة، هتكون على الدوري الإنجليزي الألماني الأسباني ونركز كمان على الدوري الإيطالي، كل ده بعد الفاصل.